بحس ان الموبايل الكتير والايباد الكتير والشاشات الكتير دي ممكن تجيب العيال اكتئاب. بص يا فندم بتهيألي اكيد دي بتعمل مشكله اساسيه. النهارده الموبايل، شوف الاطفال المناظره وانت ماشيه بالعربيه في الشارع، وشوف الاطفال اللي في الشارع لابسين نظارات اللي هم 10 سنين و8 سنين و9 سنين تلاقي زادوا شويه. تعالى عندنا بقى شوف نسب الناس اللي بيجي لها امراض الصرع. الصرع؟ الصرع من ايه؟ من الموبايلات. ليه صرع من الموبايل؟ ان الموبايل ده يا فندم عباره عن صور بتتحرك زي التلفزيون. الصوره اللي بتتحرك دي بتنزل على المخ صور متقطعه. زي ما المخرج كده بيجيب صور متقطعه ويجمعها عشان يعمل فيلم، هي بتنزل على المخ صور متقطعه. فلو عنده استعداد جيني للصرع بيبقى فيه بوره بس مش نشيطه. قعدته على الموبايل فتره طويله هينشطها فيظهر لنوبه الصرع. ده بنشوفه التركيز والانتباه بيقلو. النهارده التحصيل الدراسي عند الجيل ده هتلاقيه اقل من اللي قبله بسبب الموبايلات. النهارده العصب البصري زي ما قلت لك ضعف، الصرع، التركيز والانتباه. العيال وقعدتها في البيت فتره طويله عمل لهم تراه وانطوائيه. ما هو مش هقول توحد طبعا، استحاله يكون توحد، ولكن انطوائيه، خدوا خلاص ان حياتهم كلها افتراضيه. ما احنا برضو معذورين لان حضرتك لسه بتقول ثلاث سنين كورونا دي الثالثه والولاد قاعدين في البيت ومفيش مدارس. ما احنا بقول لك احنا في زنقه، احنا اللي في خانه يك غصب عننا، احنا في خانه اليك. فاحنا بنحاول بقدر الامكان خرجوهم بقى، يعني خدهم بالليل وخرجهم، خد انزلوا بس لفوا بالعربيه شويه، اي مكان مفتوح خرجوا الولاد، لان فعلا العيال بتعاني. طب سؤال اخير انتوا عايزين تختموا، انا عارفه بس تالي ما ينفعش نخرج غير لما نسال هذا السؤال. الست عندها استعداد للاكتئاب اكتر من الراجل؟ اه طبعا، دي حقيقه علميه. ليه؟ يعني عشان ليه؟ الهرمونات اللي عندها التغيرات الهرمونيه الشهريه الاستروجين والبروجستيرون دول بيأثروا على السيروتونين، فبالتالي بقى هنا شهريا عندها استعداديه للاكتئاب يومين قبل الدوره وثلاث ايام في اول البيريود. دي حاجه، ده خمس ايام اللي هي بنسميها بريمنسترال تنشن. في بعد كده مع الولاده طبعا ومع الحمل في تغيرات هرمونيه. انا اثناء الحمل جالي اكتئاب شديد. لازم اثناء الحمل تسع شهور. اصل خدي بالك اكتئاب الولاده ده بيجي للستات كلها طبيعي. ان انا قلقانه شويه، خايفه شويه على البيبي، النوم بتاعي اضطرب، شكل جسمي حاسه انه اتغير، اتخنت شويه، يعني ده عادي. يعني الاكتئاب اللي بيجي للست او حالة الاضطراب المزاج دي اللي بتيجي للست في اوقات الدورة الشهرية وفي اوقات الحمل والرضاعة والولادة، ده مش تعبير مجازي، ده تعبير حقيقي. لا يعني لا يعني فعلا في كيمياء جوه الجسم بتتلخبط، كيمياء في الجسم والعقل. تغيرات هرمونية غصب عنها، بس بتختلف من واحدة لواحدة. طب سيل استاذ جوزها حبيب قلبي دوره ايه بقى في الحته دي؟ ما دايما بنقول كل ما يكون في دعم نفسي من الزوج او العلاقه بينهم طيبه كل ما الحاجات دي بتقل كتير، كل ما يكون العلاقه بينهم سيئه كل ما الحاجات دي بتزيد. يعني اكتئاب ما بعد الولاده، ما انا قلت لك 97% منه انا مش هديله دواء. مجرد هي البنت هتطمن، هي مش هتسال حتى دكتور، لكن في عندي 2% حاسه ان تعبانه انا مخنوقه مش عارفه انام، ابتدت تعيط، ابتدت ترجع. فهنا لازم هنا الدعم النفسي، كل ما يكون في دعم نفسي من ماما، من حماتها، من زوجها، من حد قريب منها من اصحابها بتقل كتير جدا. فنسبه الدواء عندي لو احتجت بتبقى صغيره يعني، وخصوصا دي الدواء لو خدت يومين ثلاثه بقت كويسه جدا. يعني يومين ثلاثه بقول لك هتبقى كويسه جدا. منظمة الصحة العالمية طلعت تقرير في 2017 وقالت انه في 350 مليون شخص عنده اكتئاب حول العالم. اكتئاب يعني ده مرضي، هو ده مرض العصر، ده اللي متسجل يا فندم. ده 350 مليون اللي متسجل، ما بالك بقى اللي ما قالش واللي مش عارف. وبعدين انا بس في انت قلت كلمه كده في وسط الحلقه بس اعلق عليها، قلت هم بيخافوا يقولوا ان احنا بنروح لطبيب نفسي عشان كلمه انا مجنون. ما فيش في الطب النفسي حاجه اسمها مجنون. كلمه مجنون دي ماج وورد، كلمه عامه ملهاش معنى طبي. انا ما عنديش يعني ما عنديش تشخيص اشخص اقول الانسان ده مجنون. الجنون هو تصرف لحظي انفعالي اندفاعي يحدث ممكن لاي حد فينا في اي مكان، ان انا اتضايق، اتنرفز على حد، اتنين خبطوا بعض عربيات، اتخانقوا، شتموا بعض، بعد كده اتصالحوا، هو ده تصرف المجنون لما اتخانقوا مع بعض. بعد ما خلصت القصه رجع طبيعي. لكن من الامراض النفسيه امراض عضويه في المخ
في النواقل العصبية، كل ما بنسيطر على النواقل العصبية كل ما المرض يختفي. لا إدمان في أدوية الاكتئاب ولا في منها أي خوف خالص، ولكن كل ما ندخل بجرعات صغيرة بالتدريج هيكون أفضل ومش هنحس بالمشاكل بتاعتنا. ربنا عافينا جميعا يا دكتور. جدا جدا نشكرك، شكرا جزيلا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا. الحقيقة ان احنا من وقت للتاني بنبقى عايزين نتكلم في الحاجات دي، لانه اللي بيبقى مكتئب بدرجة او باخرى او محبط او قلقان او عنده توتر او قلق مرضي بيفتكر انه لوحده، الحقيقة انه لا، وان احنا كلنا معرضين تحصل لنا الحاجات دي، بس انت وشطارتك بقى وشطارتك مع نفسك ومعافرتك كمان مع نفسك والناس كمان اللي بيحبوك ودورهم حواليك. صح. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.